طيب نيجي للخطوه اننا زي كريت رول، ناخد بالنا انا ما عنديش اصلا فيو ليها ولا عندي اكشن ليها، فانا اروح ايه؟ فانا اروح اعمل يعني انا اعمل فيو بتاعها وهعمل اكشن بتاعها اللي بكريتي بكريت رول. تمام؟ يعني هعمل اكشن بتاعها لكريت رول. طب خليني بقى كل الحاجات ما هي ريليتد باكونت، خليني جوه الاكونت مين؟ اكونت كنترولر. فانا هفتح الفيجوال ستوديو وهروح بقى ليه؟ الاكونت كنترولر. تمام؟ طيب في الاكونت كنترولر هنعمل ايه؟ هنعمل حاجتين، هنعمل حاجه بتسبلاي يو اي تكست بوكس، بس مش فيه غير ان هو ايه؟ هيدخل الباتون اللي هكريتي نيورو بلس ان انا هبدا اعمل ايه؟ هعمل الاكشن اللي هو يعمل انسيرت نيو ايه؟ نيورو. دول حاجتين اللي هعملهم على مستوى مين؟ التاسك اي اللي اسمها ايه؟ كريتو. فانا هاجي هنا في مستوى الكنترولر بتاعي، ممكن في اي مكان بقى تحت فوق مش هتفرق بالنسبه لي، هاجي تحت هنا هعمل اكشن الاكشن ده هسميه رول مثلا فيو او رول يو اي. تمام؟ وده رايت كليك ايه؟ لا انا هعمل اليو اي بتاعه الفيو بتاعه. فنعمل ادي ادي اول وي اول وي. تمام؟ بسرعه تعمل بجيم فور. عادي انت ممكن تعملوا الفورم اتش تي ام ال، يعني ممكن اجي ولا تعملوا اتش تي ام ال برضه استحالتك يعني. تمام؟ يعني ممكن اجي هنا اقول له كده فور، اعمل لي فورم. تمام؟ فيها تيبل عادي بسرعه كده، اول تي ار في مثلا رول نيم، وجنبه كده في تي دي ثانيه، فيها الانبوت طيب بتاعه نوع تكست، النيم بتاعه النيم بتاعه اسميه مثلا رول. تمام؟ رول نيم. اوكي؟ طيب وهيكون تحتيه تي ار. تمام؟ بس ما فيهاش غير الباتون اللي بيعمل ايه؟ سبميت. انبوت طيب بتاعي نوع باتون او سبميت. تمام؟ والفاليو اللي عليها تكون عباره عن كريت نيو، مش لازم يكون عندي نيم. خلاص كده؟ يبقى دي هي ايه؟ الفيو اللي هستخدمها علشان ابدا اعمل نيو. طيب الاكشن هتروح لي، فانا هروح لمين؟ الاكونت لحاجه لسه هعملها اسمها كريت ايه؟ كريت رول. ايه؟ نيو اي؟ لا لسه هعمل ده ما اعمل سبميت، هيروح للاكشن اللي هو ياخد الداتا من الرول ويعمل انسيرت. تمام؟ فانا هعمل ايه؟ هعمل سيف يعني سيفت البتاع، وهنشوف بس شكل الدنيا شكلها عامل ازاي. تمام؟ انت بقى عايز تضيف اي ديزاين، خلاص اتعلمنا عامه الدوم بتضاف ازاي. تمام؟ يعني لو انت عايز تضيف برضه هنا ممكن كلاس، فانت ممكن تقول له كلاس مشهوره جدا هي خاصه بفين؟ فورم ايه؟ فورم كنترول. ولو عايز تضيف للباتون اني ستايل، فتروح تقول له كلاس اللي هو خاص بالبوت ستراب. تمام؟ بي تي ان، وادي له بقى اي ستايل انت ايه؟ انت عامه حابه يعني، بس لازم ياخد معاه برضه ايه؟ واحد كمان اسمه بي تي ام. قول له كنترول اس تعني ريفرش. تمام؟ بدا شكلي اليو اي يعني.
ناقص لي بس ان انا اعمل اكشن ايه اللي هيعمل نيو رول، فانا اوقف الديباجنج وارجع عليه الكنترولر. اهو تحتي انا هعمل مثلا public او اعمل اكشن بسرعه هسميه create rule. طيب ازاي بقى تستخدم او اضيف رول عندك على مستوى الكونتكست اللي هي اللي كانت موجوده في الايدنتيتي موديل؟ عندك حاجه اسمها ايه ابلكيشن دي بي كونتكست، هتاخد منها اوبجكتس ومن خلالها هتضيف ايه؟ هتضيف رول. يعني تيجي هنا كده وهتيجي تقول له ابلكيشن دي بي كونتكست، هاخد منها اوبجكت وليكن اسمه كونتكست بتساوي نيو ابلكيشن دي بي كونتكست، وهتقول له كونتكست دوت مين دوت رولز. تمام دوت مين اكنك بتعمل انت فريم ورك بالظبط. تمام كده. طيب انا بعت مين اصلا؟ انا المفروض ابعت له string role name. طيب وهنا بياخد مني ايه؟ هنا بياخد مني حاجه اسمها identity role، فانا اعرف عادي جدا object من نوع identity role، وفي الانشاليزر بتاعه تعال نشوف بياخد ايه. بياخد مين؟ بياخد مين اللي هو جاي من اصلا من الايه؟ من التكست بوكس اللي اسمه role name. طيب وبعد كده هتقول له مين؟ الكونتكست تو ايه؟ سيف اكشنج. خلاص كده؟ عايز بديل تضيف صفحه ثانيه، عايز ترجعه لنفس نفس الفيو. تمام؟ يعني ممكن ترجعه كده لمين؟ للرول يو اي. تمام كده؟ بس اي ثينك. عايز بقى تبعت له فيو باك تقول المسج سكسس، انت ممكن تبعت هنا تبعت له هناك فيو باك يبقى المسج فيها سكسس وكده. اتس اب تو يو يعني. سيف. تعالى بقى نرن كده الرول يو اي، تعالى نقول له ايه؟ تعالى بقى نشوف نفتح الداتا بيز بتاعتنا بس عشان مجرد ما احنا نشوف الرولز اتكريت ولا لا. تعالى نقول ايه؟ هات كده ونفتح يو اي هنكريت مثلا رول اسمها سي ديفلوبرز. لو رحت انا هنا اضاف لمين؟ اضاف للديفلوبرز اهو، وممكن مثلا كريت مثلا واحد تاني ادمن ديزاينر ايه؟ الاي دي عامل حاجه اسمها جويل اي دي. جويل اي دي هو اليونيك اي دي كده ما ينفعش يتكرر على اي حاجه تانيه خالص. سموه جويد اي دي. تمام؟ انت ممكن تغير فيه، يعني انت ممكن تبعته عادي، يعني ممكن تبعته از 1 2 3 او ممكن تعمل اي دي انت براحتك، او ممكن تعمل اتس ادمين. لو رحنا هنا خلاص فكده ثاني مرحله اللي انا عملتها اللي انا عملت ايه؟ كريت رول. يبقى اول حاجه ان احنا خلصناها ان احنا عملنا ريجستريشن في ريموف داتابيز، تاني حاجة إن أنا أعمل إيه؟ كريت رول، تالت حاجة إن أنا أبدأ أعمل إيه؟ ساين يوزر رول.